اللي يقدر يا فندم يقوم بالعملية دي ويجيب فيها نتيجة سريعة وبكل الكفاءة والأمن هو التعلب، أقصد شوكة فهمي. ده الضابط اللي الموساد رصد مليون دولار علشان تعرفه؟ هو ده يا فندم. وعلى فكرة الموساد هي اللي أطلقت عليه اسم التعلب من كتر ما وقعلها من جواسيس. اطلبوا على التليفون. حاضر يا فندم. تكلمونا. تفضل. الو، انت نايم؟ كنت يا فندم. طب اسيبك تكمل نوم. لا خلاص انا صحيت يا فندم. عارف مين بيكلمك؟ طبعا يا فندم. الحقيقة كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. تحت امر سعادتك. اجي حضرتك فين؟ انا جاي من مشوار طويل ومرهق، يا ريت حصلني على البيت حالا يا فندم. اكون عندك. احضر لك لبس ايشك؟ لا ده مشوار صغير وراجع على طول. اهلا يا فندم. اتفضل يا شوكت. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا يا شوكت. اهلا سيدي. اتفضلوا تعال اقعد جنبي هنا. انا سمعت عنك كتير. على فكره اسرائيل ما دفعتش فيك كويس. انت تستاهل اكتر من المليون دولار اللي رصداهم للي يدلهم عليك. لو مشوا على المبدا ده ميزانيتهم مش هتكفي التعليب الكتير اللي عندنا يا فندم. ده تواضع. أنا عارف إن عملك الأساسي هو متابعة النشاط الإسرائيلي. تمام يا فندم. تفتكر مظاهرات اليومين دول هما اللي بيحركوها عن طريق عملاء لهم عندنا؟ لا يا فندم. اللي بيحصل في البلد نابع من شعور الشعب باليأس. الناس مش قادرة تستحمل الإحساس بالهزيمة والصبر عليها. يعني أنت رأيك ندخل المعركة؟ ده إذا كنا مستعدين لها وضامنين النصر بنسبة 100%. وعشان ندخل حرب النصر فيها حياه او موت بالنسبه لنا، يلزمنا ايه؟ معلومات دقيقه وكافيه عن الخصم. انت بتحب العمل السهل؟ طبعا لا، ملوش طعم. يعني تحب تشتغل في الصعب؟ يا ريت يكون في المستحيل. عشان كده انت موجود هنا دلوقتي. انا من ساعتين كنت مع سياده الرئيس. خد ده الكلام اللي قاله سيد الرئيس، اقراه. تقدر تكمل لنا الوصلة ام روحين؟ تقدر تعمل الروح التانية اللي توصل لنا معلومات صحيحة ومؤكدة وتكون من بق العدو نفسه؟ إن شاء الله أقدر يا فندم، لأني عندي عدد من الخيوط ممكن أمشي ورا واحد منها يوصلنا للمطلوب. تشكل لجنة يا سيد يحيى منك ومعاك ثلاثة من أكفأ ضباط العمليات وبرأسي علشان نجتمع بكرة الصبح، قصدي النهاردة، علشان ندرس الخيوط اللي عند شوكت ونركز على خيطنا. حاضر يا فندم. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.